سبب التواجد ديالي هو اولا شكرا لكم على الاستضافه، وسبب التواجد ديالي فهو اليوم العالمي للمراه. جينا نحتفلوا بالسيدات المجتمع ديالنا ونفرحوا معهم في هذا النهار الكبير عندهم، والله يجعل ايامهم كامله عيد ان شاء الله. وفي نفس الوقت غيكون واحد التكريم للفنانه الكبيره سعاد حسن وفاطمه والشيء. وليد شفناك مؤخرا ظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما كاين لا سير لا والو، هذاك الحب ديال سيدي ربي مني كيحبك الله كيحبب خلقه فيك، وحنا كنحاولوا نجتهدوا ونقدموا شي حاجه اللي زوينه وغادي نجب الحيط، هذا هو السر ديالي. الجديد الفني ديالي هو اغنيه بعنوان على والو يحسدوك، اللي كنحاولوا دابا نديروا لها فيديو كليب وغتكون في الاسواق على المقارب ان شاء الله. وعلاش مش بغيت تقول المرأة المغربية عامة؟ شوف كنبغيو نقولوا للمرأة كاملة اللي فيها أمي وأختي ومرتي وبنتي، كنقول لكم الله يجعل أيامكم كاملة فرح وعيد في عيد، والله يخليكم لينا والله يخليكم علينا، وبلا المرأة ما كاينش بلا المرأة ما كاينش راجل، وبلا الراجل ما تكونش المرأة، فالله يخليهم دائما يا ربي فرحانين. الرسالة ديال والد الجمهور اللي كيتبعوا، شكرا لكم على الرسائل ديال الحب اللي كنتلقى من عندكم وبيكم انتوما، باش والد الرحماني غادي القدام ان شاء الله. تحياتي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.